يحبك العلماء حتى تسعدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة خاصة بلغة الإشارة، يتحدث فيها إخواننا من الصم يطرحون أسئلتهم بحول الله تعالى على سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. وقد اعتدنا في كل عام أن نخصص لهم حلقتين متتاليتين لمعرفة تساؤلاتهم وما يختلج في نفوسهم، ولتعريف المجتمع أيضا بأنشطتهم واهتماماتهم في مثل هذه المجالات الشرعية. وسوف بحول الله تعالى تظل هذه الحلقة خاصة بهم. أرجو من الإخوة الذين يتواصلون معنا أن يتجنبوا الأسئلة الأخرى التي تكون خارجة عن ما يتعلق بهذه المواضيع الخاصة بإخواننا، فأهلا ومرحبا بكم. ضيفنا طبعا كما نوهنا به وسماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، فنرحب بكم ونرحب بضيوفنا. أهلا ومرحبا بكم الشيخ. حفظكم الله ورعاكم. نرحب بضيوفنا أيضا في هذه الحلقة الذين سيطرحون أسئلتهم، عبد الرحمن بن حمد الفارسي، وأهلا بك، أهلا بك ومرحبا. والبراء بن سيف الكلباني، أهلا بك البراء، بارك الله فيك، حسنت حسنت. محمود بن حمد الطالعي، أهلا بك يا محمود. سيكون معنا في لغة الإشارة ترجمة صوتية في الترجمة بلغة الإشارة نفسها المقدم سعيد بن محمد البداعي، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. سمحت الشيخ، بداية قبل أن نشرع في أسئلة الإخوة، نريد منكم كلمة تشجيعية لهؤلاء الشباب الذين يقومون بجهود كثيرة من أجل التواصل مع أبناء جنسهم الذين ينتمون إلى فئاتهم، يعرفونهم دائما بالطرائق الشرعية وبأهمية الدين في حياة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن دين الله تعالى الإسلام مشروع للجميع، لا تختص به طائفة من الناس دون طائفة، ولذلك كان على كل فئة من الناس أن تعنى بالدين وتعاليمه وأن تعنى بالدعوة إلى هذا الدين، لأنه لا يقوم قائمه إلا بالدعوة إليه ونشر تعاليمه بين الناس. وهذه الفئة المباركة التي سلبها الله تعالى نعمة النطق والسمع، وهبها الله تعالى مواهب تعويضاً عن ما سلبها إياه، فالوهب بقدر السلب، ولذلك جعل الله تعالى في حياتهم ما يكفيهم مؤونة القيام بالتفاهم فيما بينهم، وبناء على ذلك هم مطالبون كما يطالب الناطق بأن يبلغوا دعوة الله تعالى بوسائلهم مع بني جنسهم، لأجل أن يكون هذا الدين مشاعا بين الكل، لا تختص به طائفة دون طائفة أخرى، فكل أحد من الناس إنما هو متعبد به، شرعه الله سبحانه وتعالى للعالمين، والعالمون يندرج فيهم من كان صحيحا ليست به علة من العلل، ومن كان معتلا بأي علة أخرى. فالدين الإسلامي مشروع للجميع، وعلى الكل أن يقوم بواجبات هذا الدين الوظيفية، التي من بينها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وفعل المأمورات واجتناب المهنيات، وكذلك الدعوة إلى هذا الدين وتعلمه وتعليمه للناس ليزداد انتشارا وظهورا، وليقوى بهذا الجهد، جهد التعليم والتعلم،
وجهدي الدعوة إليه، والله تعالى المستعان. الحمد لله، الحمد لله. حقيقة ما يقوم به هؤلاء الإخوة أفصح عن نتيجة رائعة جدا. لا توجد لدينا دراسات إحصائية، ولكن نسبة الانحراف في هذه الفئة من الشباب قليل بفضل الله تعالى، ثم بما يقومون به من جهود، يرسلون دائما رسائل تصويرية ينصحون فيها إخوانهم إلى درجة كبيرة جدا. نسأل الله لهم التوفيق. آمين. والآن نبدأ بسؤال عبد الرحمن الفارسي، تفضل يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وعلى الصيام والقيام في هذه الأيام المباركة، وأن يرزقنا الفوز بليلة القدر. آمين. ونشكر تلفزيون سلطنة عمان وسماحة الشيخ والقائمين على هذا البرنامج المبارك على استضافتهم السنوية لنا في هذا البرنامج وإتاحة الفرصة لنا. سؤالي سماحة الشيخ، نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمؤمن حينما يسمع ويتعقل هذا الخطاب من الله تعالى يحرص على تبليغ الخير للناس، فيجد الناس أشتاتا في ردات أفعالهم متفاوتين. ومما يجده من الأحوال حين مخالطته للناس، يجد صنفا من الناس شديد الإباء لمنهج الله سبحانه وتعالى وأحكامه، فيعسر التعامل معهم. فماذا على الداعي أن يفعل حين يواجه مثل هذه الشريحة من المجتمع التي تأبى أحكام الله وشريعته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا ريب أن المسلم مطالب بأن يقتدي برسل الله تعالى المصطفين الأخيار، ودور الرسل كما هو معلوم إبلاغ رسالة الله تعالى إلى الناس مهما كانت الصعوبات التي يلقونها، ومهما كان تحدي الناس وإعراضهم عن هذه الدعوة وقبولها. فنحن نجد نصوص القرآن الكريم تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب قيامه بهذه المهمة التي نيطت به، على الرغم أن كثيرا من الناس هم معرضون عن هذه الدعوة وغير متقبلين لها، بل كثير منهم ميؤوس من قبولهم لهذه الدعوة. فالله تعالى يقول: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا بين أيديهم قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا من بين أيديهم ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هم بلغ بهم العناد أنهم يستوي عندهم الإنذار وعدمه، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بإنذارهم، مأمور بإبلاغهم، لأن مهمته إنما هي إيصال هذا الحق إلى الناس، وليس من مهمته أن يجعل القلوب تتقبل هذا الأمر وأن يجعل الناس ينثنون عما هم فيه من الغي، لأن ذلك إنما يقدر عليه الله سبحانه وتعالى وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان منذرا، إنما أنت منذر النبي صلى الله إنما أنت مذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان مذكرا ومبلغا، عليه أن يبلغ هذه: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. البلاغ هو من مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، والحساب على الله سبحانه وتعالى وحده. ومهما كانت الصعوبة على المسلم أن لا ييأس. وفيما قصه الله تعالى من أنباء الرسل الغابرين عبرة للناس،
الله تعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهذه الآيات تبين أن الرسل ما كانوا متميزين به من قوة الإيمان ومضاء العزيمة وشدة اليقين، إلا أنهم كانوا لهول ما يلقونه يصلون إلى مشارفة اليأس من إيمان هؤلاء الذين يدعونهم ومن الانتصار عليهم. وعندما تتصل الحالة إلى هذا القدر هنالك يتنزل أمر الله تعالى فيؤخذ المجرمون وينصر المؤمنون، ولله تعالى في خلقه شؤون، وما على الإنسان إلا أن يمضي قدما فيما أمره الله تعالى به وأن يقوم بحق هذه الدعوة التي هو مسؤول عنها اتباعا لرسل الله تعالى. الحمد لله، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. ننتقل الآن إلى البراء بن سيف الكلباني، تفضل. سماحة الشيخ، نرى أن الناس تنشط في العبادة في شهر رمضان المبارك خصوصا في صلاة قيام رمضان، وكم قد رأينا من مشاهد الناس تفيض أعينهم من الدمع لما يسمعون من آيات القرآن الكريم أثناء الصلاة فيتأثرون بها وتتفاعل أرواحهم وكل خلية منهم مع آيات القرآن الكريم، إلا أننا نحن قد حرمنا من هذه النعمة فلا نشعر بما يشعرون به من خشوع، فهل أجورنا تنقص عن أجورهم؟ الجواب: إن الله سبحانه وتعالى لا يحرم أحدا من شيء إلا ويعوضه بغيره، والله تعالى لا يظلم أحدا من عباده. فهؤلاء الذين تتوجس نفوسهم خوفا من الله وتتجه رغباتهم إلى الله سبحانه وتعالى ويحاولون أن يتأثروا بالقرآن الكريم وأن يخشعوا عند تلاوته، هؤلاء بهذا التوجه إلى الله تعالى يمنحهم الله تعالى من الأجر كما يمنح أولئك الذين أوتوا من الطاقات ومن الإمكانات ما يمكنهم من فهم هذه الآيات ومن التأثر بها. فلا يحرمهم الله تعالى هذا الخير، إنما عليهم أن يحسنوا ظنهم بالله تعالى، والله تعالى سيجزيهم الأجر الكبير. وحسبنا أن نجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى. أن الإنسان الذي ينوي الخير وإن لم يتمكن من فعله فإنه بهذه النعمة يثاب على هذه النعمة. فالذي ينوي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العالم والقضاء على ما في العالم من فساد والقضاء على ما في العالم من ظلم والقضاء على ما في العالم من اختلاف وتناحر بين الناس، الذي ينوي ذلك ولكن لا يتمكن من الوصول إلى ذلك لأن الطرق أمامه مسدودة، يؤجره الله تعالى على هذه النية. وكذلك الذي ينوي أنه لو كان أوتي من الطاقة البدنية لعمل من الأعمال الكثيرة التي هي في صالح دينه وفي صالح أمته، لا ريب أن ذلك مما يؤجره الله تعالى وإن لم يتمكن من ذلك العمل. فلكل امرئ ما نوى، ولذلك كانت نية المؤمن خيرا من عمله، لأن المؤمن ينوي الكثير الكثير مما هو غير قادر على فعله، وفي المقابل نية الفاجر شر من عمله،
لأن الفاجر ينوي الشر الكثير الذي تحول بينه وبينه أمور وأقدار، فلا يتمكن من تحقيق هذا الشر الذي ينويه، ولكنه يكسب من الإثم بقدر هذه النية التي ينويها. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. ننتقل الآن إلى محمود بن حمد الطالعي، تفضل يا محمود. أسأل سماحة الشيخ عما ابتلي به بعض الناس من الأوزان الزائدة، الأمر الذي يضطرهم ربما للسفر من أجل البحث عن حلول لتخفيف أوزانهم، ووجد في الآونة الأخيرة كحل طبي بربط المعدة أو قطع جزء منها مما يؤدي إلى تنحيف الجسم وتخفيفه، فأسأل عن عمليات ربط المعدة وقصها، ما حكمها الشرعي؟ الحكم على الشيء فرع تصوره، وهذا أمر لا بد من أن يجتمع فيه رأي الأطباء مع رأي الفقهاء. لا بد من التصور الصحيح من قبل الطب، كيف هذه العملية؟ هل هي نافعة من غير أن يترتب عليها ضرر؟ وهل لو كانت هنالك مضار، مضارها أكثر من منافعها، أو منافعها أكثر من مضارها؟ وبحسب ذلك يكون رأي الفقهاء في الإباحة أو المنع. فإذا كانت هذه العملية خطيرة قد تؤدي إلى فقدان الإنسان الصحة في حياته، أو تؤدي به إلى أن تكون حياته مهددة بالأخطار، فإن ذلك لا يجوز. أما إذا كانت هذه العملية مأمونة هذه العواقب، وإن كانت هنالك بعض العوارض التي تعرض لها، إلا أنها منها منفعة تفوق ما يعرض لها من المضار، فإنه لا حرج على الإنسان أن يطلب مصلحته من أي جهة كانت. ومع ذلك كله أقول بأنه إذا أمكن تفادي الإنسان أن يقلم على هذه العملية، وأن يستعيض عنها بالرياضة، بالمشي، بتقليل من الطعام، والممارسات التي تؤدي به إلى أن يخف وزنه، فذلك هو خير من الإقدام على العملية، لأن العملية مهما كانت قد لا تخلو من شيء من المغامرات، والإنسان مأمور ألا يغامر إذا وجد سبيلا إلى عدم المغامرة. هذا منكم من باب النصيحة. نعم. عزيزنا، نرجو منكم أن تشاركوا في هذه الحلقة، وأقترح عليكم اقتراحا، الإخوة الذين لديهم أحد الأقارب من هذه الفئة الكريمة من الناس أو إحدى القريبات، يمكن أن يعاونونهم أو يساعدونهم في وصول أسئلتهم إلينا، يستمعون منهم بلغة الإشارة أو يأخذون السؤال بلغة الإشارة ثم يتصلون بنا لتوصيل أسئلتهم. نعود إليك عبد الرحمن مرة أخرى لتطرح سؤالك الثاني. عندما نتأمل واقع الناس في هذه الحياة الدنيا نجدهم متباينين في المعايش والأرزاق، فنجد فيهم الفقير والغني والصحيح والعليل وذا الفطنة والبليد الكليل الذهن، فهل لهذا التفاوت في معايش الناس وحظوظ الدنيا أثر في التكليف؟ وهل له أثر في حساب الناس يوم القيامة إذا بعثوا ليسألوا عن أعمالهم وعما كانوا عليه في حياتهم الدنيا؟ نعم، إن الله تعالى اقتضت حكمته أن يتفاوت الناس في المواهب الحسية والمعنوية الذاتية والخارجية، فالناس يتفاوتون في كل شيء، ولا يوجد تفاوت في جنس من أجناس المخلوقات كمثل ما يوجد في الجنس البشري. هذا التفاوت، فهناك من كان ذكاؤه خارق يكاد
يكون أحد من السيف، ومنهم من يكون بليد الذهن لا يمكن أن يتصور شيء، ومنهم من يكون أيضا عنده معارف كثيرة فتح الله له أنواع المعارف، ومنهم من يكون جاهلا لا يتصور شيئا، ومنهم من يكون قوي البدن ومنهم من يكون ضعيف البدن، ومنهم من يكون واسع المال ومنهم من يكون قليل المال، ومنهم من يكون أيضا عائشا في صحة ونعمة في هذه الحياة، ومنهم من يعيش في نكد في حياته من قبل الصحة ويعيش أيضا في نكد في حياته من قبل شظف العيش. فهذه الأشياء موجودة في جميع الناس، التفاوت بين الناس تفاوت كبير، وأعظم التفاوت إنما هو في التوفيق. فمن وفق للعمل الصالح فقد أحرز الخير كله من كل جوانبه، ومن حرم هذا التوفيق وتردى في المهلكات فإنه والعياذ بالله يكون أسوأ حالة من جميع الناس. ولا ريب أن الله تعالى يكلف الناس بقدر ما آتاهم من قوة، بقدر ما آتاهم من نعمة. كل نعمة أنعم الله بها الإنسان فإن التكليف بها يتضاعف عليه، فمن كان ذكيا فطنا فإنه عليه أن يستخدم فطنته وذكاءه في مصلحة دينه وفي مصلحة أمته، ومن كان أيضا عالما جامعا للعلوم سواء العلوم الشرعية أو العلوم الأخرى عليه أن ينفع الناس بما علمه من علم، ومن كان قوي البدن عليه أن يساعد الضعفاء بما أوتي من هذه القوة، ومن كان كثير المال عليه أن يسخو بماله على من كانوا فقراء. وهكذا على الإنسان أن يستخدم هذه المواهب. كل نعمة أنعمها على الإنسان يسأل عنها يوم القيامة، وحسبنا من ذلك قوله تعالى: ولا تسألن يومئذ عن النعيم. الحمد لله، نسأل الله العافية والسلامة. الآن البراء بن سيف الكلباني مرة أخرى لتطرح سؤالك أيضا. سماحة الشيخ، من كان دخله الشهري منخفض كفافا يكفيه لضرورات حياته ولضرورات عياله، ويرى الناس يتسابقون في الصدقات وفي الإنفاق، وود لو أنه يستطيع الإنفاق كما ينفق الناس، لكن رزقه لا يسع لذلك، فلو تصدق بشيء من ماله أو بشيء من مرتبه لما وسعت نفقاته لضرورات أهله، فهل له أن يتصدق؟ عليه أن يبدأ بالأقرب فالأقرب. على الإنسان أن يبدأ أولا بضرورة نفسه، ثم بضرورة أهله، ثم بالأقرب فالأقرب. فبما أنه هو قائم بمؤونة عياله فذلك بمثابة الصدقة التي يتصدق بها على غيره، إذ قيامه بذلك جهاد وكفاح، وبذلك يعفهم عن طلب الرزق من الأبواب المحرمة والسبل الملتوية، وفي هذا ما يعظم منزلته عند الله. وبجانب هذا هو يؤجر على نيته التي نواها أن لو آتاه الله تعالى بسطة في الرزق أنه كان سيجود بما أوتيه من فضل العيش على الآخرين، وسيبسط يده بالخير إلى المحتاجين. الله تعالى يؤجره على ذلك، فإن لكل امرئ ما نوى. الحمد لله. نأخذ سؤال محمود ونخرج بفاصل إن شاء الله. تفضل. سؤالي سماحة الشيخ، من دخل المسجد فوجد الجماعة قائمة، إلا أن الإمام الذي
يصلي بالجماعة كان مسبل الثوب، فما التصرف الصحيح في حقه؟ هل ينتظر حتى يفرغ من الصلاة أم يصلي منفردا أم ماذا يفعل؟ ما هو التصرف الصحيح الذي ينبغي أن يقوم به؟ لا ينبغي أن يعتزل الجماعة، بل عليه أن يصلي مع الجماعة. إذا جئت والناس يصلون فصل معهم، وينظر إلى حالة الإمام. إن كان الإمام بلغته الحجة بأن الإسبال غير جائز، في هذه الحالة عليه أن يعيد صلاته لما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الله لا يقبل صلاة المسبل، كما جاء ذلك في سنن أبي داود، ودلت على ذلك روايات أخرى. وإن كان الإمام جاهلا بهذا الأمر فإنه يعلم ويؤذر فيما مضى، والله تعالى المستعان. إذن بعد هذه الأسئلة نخرج بفاصل قصير أعزائنا الكرام، ونذكر بعد الفاصل بأرقامنا للمشاركة أيضا. نعود إليكم إن شاء الله. يا من يحب الله أنست الهدى، لما اتبعت من المحبة أحمدا. من آي الذكر وشمس الفكر، اصنع المعروف فالخير يرد، من سقى يسقى ومن جد وجد. والإنسان المؤمن مصلحته أن يكون قريبا من الله عز وجل. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله تعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. الأخوة الإيجابية الحقيقية ليست إلا التي تقام في الله عز وجل. يضيء القلب يرش الحب حب إذا مر. مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى. أرقامنا هي 24535342، ورقم آخر 917763. قلنا بأنه يمكن أن تقدم مساعدة للإخوة من فئة الصم حتى يوصلوا أسئلتهم إلينا عن طريقكم. الآن عبد الرحمن مرة أخرى سؤالك. في غسل الجنابة بالنسبة للمرأة، علمنا أن عليها أن تحثي على رأسها 3 حثيات من الماء، ثم بعد ذلك تخلل بين شعرها بأصابعها، لكن قد لا يصيب الماء في الثلاث هذه الحثيات أطراف الشعر، فهل عليها أن تصيب جميع شعرها بالماء؟ فلو لم يصب أطراف الشعر كأطراف الأظافر شيء من الماء، فهل تعذر؟ نعم، عليها أن تبل شعرها جميعا. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل الشعر ونق البشر. فعليها أن تبل شعرها جميعا، ولا بد من ذلك، لأن الشعر هو داخل في الجسم الذي يجب أن يشمله الغسل، من غير أن تقوم بفكه سمحة الشيخ. إذا كان الضفائر، إذا كان يدخلها الماء يمكن أن يتخلل الماء، لا يلزمها فك الضفائر في غسل من الجنابة، ويلزمها فك الضفائر في الغسل من الحيض. نعم، تفضل يا براء. سماحة الشيخ، في الحديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، فهل هذا الحكم خاص بالنساء أم أنه يعم الرجال كذلك؟ إذا كان الرجل يريد أن يتشبه بالنساء في هذا فهو أشد وزرا، لأن نفس التشبه بالنساء هو حرام. لا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء، وكيف يتشبه بالفاسقات؟ الرجل لم يطبع على هذه الديونة وهذه الأحوال المتدنية، وإنما هو مطبوع على الشهامة والقوة، فلا يجوز للرجل أن يدخل في هذا الأمر. نعم،
هل يقصد البراء للضرورة مثلا عندما يكون الشعر طويلا في الحاجب، أم يقصد التشبه نفسه؟ يقصد إذا طال منه مثلا وشذ إلى الجبين، إذا كان أو نزل إلى عينيه، إذا كان يؤذي العين فهو لا حرج في تخفيفه حتى يدفع الضرر، سواء كان في الرجل أو كان في المرأة. طيب، يبقى سؤال في هذا الموضوع، إذا كان هذا الضرر يتعلق بالتشويه وليس بإيذاء العين، هل أيضا يزال؟ الرجل لا ينبغي له أن يلتفت إلى قضية التشويه. يبقى الأمور على ما هي عليه الرجل. طيب، ننتقل إلى محمود. محمود، تفضل اطرح سؤالك. سماحة الشيخ، نشاهد في الحقيقة في خصوصا في القرى العمانية القديمة عند مرورنا بالمقابر أن الناس خاصة في العهد السابق يفصلون بين مقابر الأطفال ومقابر الكبار، وعندما سألنا الآباء عن ذلك قالوا هكذا درج الناس من قبل، فأسأل، هل لهذا أصل شرعي وما سبب هذا التفريق؟ أنا ما وجدت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا، ولكن لعل هذا مراعاة له منهم إلى أن الأطفال أقل حملا لأنهم لم يكلفوا، بخلاف الكبار، فالكبار فيهم من تعسف فيما كلفه، ولعله يلحقه عذاب والعياذ بالله في قبره. فالأطفال أرادوا لهم البعد عن مشاركة أولئك في معايشة هذا العذاب، لا في وقوعه، لأنه لا يعذب الإنسان بفعل غيره. نعم. هل يشعر المجاورون للقبر بما يصيبه؟ وقالوا بأن، وهذا مما وجد، بأن يعني يتأذى الإنسان من جوار غير الصالحين. سبحان الله، صلى الله العافية. عبد الرحمن، مرة أخرى تفضل. سماحة الشيخ، من أوصى له أبوه بشيء من المال أو نحله إياه في حياته يخصه به دون سائر إخوته، لا لشيء إلا لمزيد محبة وجدت في قلب هذا الأب تجاه هذا الولد، فأراد أن يخصه بشيء من العطايا في حياته أو بعد مماته، السؤال، هل لهذا الولد أن يأخذ ما أوصى له به أبوه أو نحله إياه في حياته؟ ومثله فيما يفعله بعض الآباء من تمييز الذكور عن الإناث في وصاياهم أو في اعطياتهم في حياتهم. الوصية للوارث أيا كان غير ثابتة، لأن الله أعطى كل ذي حق حقه وقسم المواريث بعدله، ثم بين أنها من حدوده، إذ قال سبحانه وتعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء صريحا، إذ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل حق حقه فلا وصية لوارث. وأجمعت الأمة على هذا، فتضافر عليه الكتاب العزيز والسنة النبوية والإجماع، وكل منها حجة مستقلة. فبهذا يتبين أن الوصية هي باطلة من أساسها، وإعطاء بعض الأولاد دون بعض في حياة الوالد، سواء لأجل المحبة الخاصة بذلك الولد أو لأجل أن الولد ذكر ويريد أن يحرم الإناث مما يعطيه الولد، فذلك على أي حال من أكبر الفجور
بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جور، لأنه قال لا تشهدني على جور، عندما جاء أحد أصحابه طالبا منه الشهادة في نحل أحد أبنائه ما لم ينحله الآخرين. إن شاء الله نأخذ مكالمات الآن. الأخ شنين الكحالي. أخ شنين تفضل. أخ شنين استمع إلينا عن طريق السماعة، عن طريق الهاتف مباشرة. ألو. نعم تفضل. ألو. السلام عليكم. ألو. تفضل الأخ شنين، نحن نسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب والله عمرك، أنا عندي سؤال. أنا عندي أولاد أثنين. نعم. ألو. نعم اسمعك تفضل. وصروا من مبلغ، اشتروا أراضي هنتين وصروا من مبلغ، وعطيتهم مبلغ ووفيت لهم مبلغ. نعم. والحين هم مكان اللي شارين استبعدوه وباعوهن ورجعوا لي أنا المبلغ الحين، هل استوجب فيه زكاة؟ رجعوا لك المبلغ؟ هي يعني هم ما كله، يعني أنا كنت مساعدنهم في المشترى لأراضي الهنتين. أنت يعني كان قرضا، واحد رجع لي المبلغ كامل، وواحد عند ظروف قال أنا ما أستطيع ما بين المبلغ الذي عندي الباقي محتاج لي، عطيته ألف واحد من حاولته كان معالقنا وله مساعدة، وألف واحد خليته عليه دين وزن عليه 3000، الألفين سمحت فيهن ورجع لي ألف، والثاني رجع لي فلوس، هل رجع لي الفلوس عليهم زكاة أم لا ما عليهم زكاة؟ طيب بس أرجو أن الأخ شنين تتابعنا غدا إن شاء الله تعالى، لأن أو بعد غد. نعم طول عمرك. تفضل. أقول إن شاء الله بعد غد سنطرح سؤالك، نظرا لأن حلقتنا اليوم خاصة بفئة الصم. يعني بكرة إن شاء الله. بعد بكرة إن شاء الله بإذن الله. بعد بكرة إن شاء الله. حاضرين يا سعد. الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا جزيلا لك. أخ بدر العبري. بدر تفضل. أخ بدر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأحوال دكتور سيد؟ الحمد لله الأخ بدر، أهلا بك ومرحبا، الله يبارك فيك، تفضل. جزاكم الله خير. عندك سؤال خاص بالأخوة؟ لا، السؤال خاص بالصيام. طيب يمكن أن تضع سؤالك مع الأخوة في الاستقبال حتى. طيب تفضل. تفضل. قالوا لي بأن في استثناء لك، تفضل. جزاكم الله خير. سؤالي دكتور سيف، يعني إن كان يعمل في شركات النفط والغاز، تعرف في مرة أخرى أطرح سؤالك. من كان يعمل في شركات أو قطاع النفط والغاز في الصحراء، وتعرف طبيعة الصحراء بقوة الحر وقوة الشمس أيضا. نعم. وهذا الشخص يعني أثناء العمل بلغ به التعب والعطش مبلغا، خشي من نفسه الإغماء أو أن يصيبه شيء، وأفطر. نعم، شرب ماء بمقدار ما يحفظ نفسه وبقي إلى المغرب يعني نمسجا. طيب. قطعت على شرب ماء كمية بسيطة، وبعد ذلك يعني لم يأكل شيء ولم يشرب شيء آخر. واضح لأخ بدر، بس المكان مكان العمل بالنسبة له مكان سفر صحيح؟ نعم. طيب إن شاء الله ستأتيك الإجابة، أرجو أن تترك رقمك مع الإخوة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. نعود مرة أخرى، يعني أرجو من الإخوة، هذه الحلقة فقط مخصصة للإخوة والذين لديهم أقارب من هذه الفئة الكريمة ليطرحوا أسئلتهم. ننتقل إلى البراء ولا من آخر مرة؟ تفضل. سماحة الشيخ، نشاهد أن لبس العمائم عند العمانيين قد كثر، وكذلك نرى كثيرا من العمانيين يلبسون خواتم، فهل في ذلك سنة ثابتة نتبعها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم. نعم. وكان يتختم أيضا في الخنصر. نعم. فإذا وردت فيها سنة. طيب بعدين صفي حساباتك مع عبد الرحمن أنت. تفضل يا محمود. محمود تفضل. سماحة الشيخ، في هذا الشهر العظيم يلح الناس على الله سبحانه بالدعاء، ولهم حوائج يفزعون فيها إلى الله سبحانه وتعالى، وقد علمنا أنه مما يحجب به الدعاء أكل المحرم،
فإذا علمنا أن في أسواق المسلمين قد دخلت أمور مما لا يعلم حكمه مثل مادة الجلاتين، فهل هذه المادة جائزة شرعاً، خصوصاً أنها دخلت في كثير من الأطعمة من حلويات الأطفال وأطعمة رمضان وغيرها، فما حكم هذه المادة مادة الجلاتين؟ ما علم أنه حرام أو اشتبه بكونه حراماً فلا يجوز تناوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هل هناك ضابط معين سماحة الشيخ كأن تكون في دولة مسلمة وغير مسلمة؟ يعني مصدرها؟ في دولة غير مسلمة عليه أن يفحص ويتبين حتى يكون على يقين، وفي الدولة المسلمة الأصل الحل إلا إذا كانت دلالة على الحرمة أو كانت شبهة. هل من دلالة الحرمة أنه يأتي من بلد غير مسلم؟ نعم. يعتبر هذا نعم. دليلا؟ نعم. نعم. طيب عبد الرحمن تفضل، ربما هذه الدفعة. نعم صحيح. إذا بهذه الطريقة نكون قد وصلنا إن شاء الله تعالى إلى نهاية الحلقة، نظرا لأن الوقت بالفعل أصبح ضيقا عن المغرب. وشكرا لكم، شكرا لكم على هذه الأسئلة التي تقدمتم بها. أعزائنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء. عبد الرحمن طبعا سؤالك غدا إن شاء الله تعالى سنطرحه، وكذلك البراء ومحمود. أعزائنا في نهاية اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل إلى سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، كما نشكر ضيوفنا الأكارم أيضا في هذه الحلقة عبد الرحمن بن حمد الفارسي والبراء بن سيف الكلباني ومحمود بن حمد الطالعي. نشكر أيضا المترجم للغة الإشارة بالصوت الأستاذ أيمن بن حبيب الفارسي، والمترجم لها بلغة الإشارة نفسها المقدم سعيد بن محمد البداعي. نشكركم أيضا على حسن تواصلكم معنا، ونلقاكم بحول الله تعالى غدا لاستكمال هذه الأسئلة الجميلة الطيبة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.